طيب شيخ، أيضا وصلنا عبر تويتر بعض الأسئلة، وكثير من الأخوة يرسلون على تويتر، يقول: ما هو شرح الآية إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا؟ وهل الإنسان الذي يخلص لله في العمل دون العلم بمدى توافق هذا العمل مع ما جاءت به السنة يجازى به؟ وجزاكم الله خير. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لما ذكر العبادة التي يؤديها المسلم في هذه الدنيا، فيقول رحمه الله: إن أي مسلم يؤدي عبادة فإن الله عز وجل يكافئه في الدنيا بنعيم ولذة في قلبه قبل النعيم الذي يحصل له في الجنة. وبالتالي فإن الآية عامة، الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فالآية عامة، فهو جل وعلا لا يضيع أجره لا في الدنيا ولا في الآخرة، وعليه أن يخلص في هذا العمل، لأن من لم يخلص في هذا العمل فإنه غير مقبول. ولذلك ماذا قال عز وجل في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم. أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، أحسن عملا. والحسن من العمل هو ما كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله ولذلك يقول بعض سم السلف باب إتمام ما ذكره، يقول وهو إبراهيم بن أدهم من الزهاد، زهاد البصرة، معروف. يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم، من نعيم الطاعة، لجالدونا عليها بالسيوف. ويقول بعضهم، يقول بعض السلف: إنه ليمر بالقلب أوقات يطير فرحا من لذة العبادة. أقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن من النعيم، إنهم لفي نعيم. فهي لذة، وهذا مصداق قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا من أقبل على ذكر الله فإن له سعادة. صل الذين آمنوا